walaalayaal, kani waa darsigii saddexaad ee kitaabka Mutammimatul Ajarumiyyah lil-imam Abi Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Abdirrahman al-ma'ruf bil-Hattab rahimahullahu ta'ala. Inta ismkiibu uga soo baxay, ficilkiibu halkaan uga galaya. Labadaas horta asal ahaan iyo far ahaan ku sheegay. Wal mabniyo marka maadaama waxaan u jeedaa mabniga oo asal ahaa ayuu mabniga noo soo hormariyay. Wal mabniyo kala bineeyay noocaan laba nooc oo ahaduhuma midkood al maadi ficilki maadiga ahaa wey, yaani ficilka maadi wey, wathani kan labaadna al amru wey, gadaalo noo keen doona. Waa labada nooc, waa maadi iyo amr. Ahaduhuma labada midkood al maadi maadigii wey, وبناؤه ما ذق بنينتيس على يعني وحوي بنينتيس الله بنيا على الفتح كائن على الفتح فتح كركي لم تكسر ربه هذا ولا فتحنا مبني على الفتح بل جاء فعل ماضي مبني على الفتح رأيت وحنج إذا مثلا محل إذا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح فصدي وبناؤه بنيه سنة على الفتح كائن على الفتح بو هذا إلا إذا اتصل إنه لحر يرموه به إسجين لحر رسله وأول جماعة waa jamaacayn la xirirsada mooyee oo kalka fayu dammu la godo hadii waa jamaaca la xirirsado waa la godaya nahu darabu way karaacayn oo kaleeto aw ittasala bihi ama uu la xirirsado damir raf' al mutaharriki damir raf'aha oo waliba xarakeysan oo la xirirsado midka damir raf' al mutaharrik la yiraahdo oo kalka fayu sakan la reebo nahu darabtu wa darabna فعل كماضي جاه وحان روى مبني على الفتح سوما طريقة المصنف أو مروح على هذا طريقة الكوفيين تبع لي هذا وطريقة الكوفيون طريقة الكوفيين أي لي هذا وما هي يعني مدرسة الكوفة لي هذا استعمالا مبني على الفتح وهي حدونا وحبل حرير سنين إذا لم يتصل بآخر شيء فعل كهدونا واو الجماعة هي الضمير رفع متحرك أولا لحر السنين مبني على الفتح بالذي ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من العرب سوما حديث ضمير أو لحر السدو ضمير رفع ساكن وحل إذا أمواو الجماعة أو لحر السدو وحال سمين يا بليه وقال كذايا أو وحال ليه ضربوا أو كالمرك إعرابا ينكو فيه فعل ماضي مبني على الضم بليه لاتساله بواو الجماعة واو الجماعة هو فاعل لحرسي سواء الجماعة ولحرسي أي لغو قضية حديث ضمير رفع متحرك أو لحرسي واتاء الفاعل كإيه الناداس إيه وحلا متك أهي حده لحرسي أيضا وحيلين والريبي ضربت سماه بعد والريبي سوى مجد ضربون بعد ويقدنا سماهين مركب مبني على الفتح مرنا مده مبني على الضم بعد ضربوا دي تنه ضربت على ذه فعل ماضي مبني على السكون لاتساله بضمير رفع المتحرك ساس وحوي وطريقة الكوفيين تقبان بمسلك كوشي. أما طريقة البصريين تا وعكس ذلك ويا وحيليهم فرت مدهر وسقوا فقصين هدانا فعل كماضي وحول لحر السنين مبني على الفتح وي مرك بصريين تا يقول حيلين فعل كماضي مبني على الفتح وي مركز تبع واو الجماعة هدي لحر السنة فرت هدي سوح بل لحر السنة وعادس وما واو الجماعة هدي لحر السنة فتح هذه ومقدرة هل كاسب مقدرة انتهي ضمضة أن مناسبة درتي ذي أتمد وأوضى مناسبة درتي ذي أكنت ومركا مركا ضربوا إعرابيا يقتلوا ذهبوا إعرابيا وحيلين فعل ماضي مبني على فتحة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة وأوضى وفاعله ومفهوم سماها حدي ضمير رفع ساكن أو لحر رسده ضمير رفع متحرك من وجهه حدو لحر رسده أو ضربت أو كالأو نغضه فتحة ومقدرة ساسي أورناي وحنا لو قدرايا كراهة التوالي أربع متحركات مركا الإعراب يضربتم حي أورنايا فعل ماضي مبني على فتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها كراهة التوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة مركا ساسي أورنايا لولا طريقة كوكلا بدليهم مسنف كنتيكو فيهن تسكم ريويا والثاني كان لباب أفعاش كان ذهي لبنين نوع اللباب الأمر أمروي وبناؤه أمرك بنينتي سنة على سكون كائن على سكون سكون كركي أيها هذه نحو اضرب واضربا واضرب نأبه واضرب نهوانيه قراء اضرب نيه قراء
واضربنا هوانيه قراعة أوكلوي إلا إذا اتصل مبني على سكون اضرب وفعل أمر مبني على سكون اضربنا فعل أمر مبني على سكون ويا نونتنا نون نسوة ويا الاتصالي بنون نسوة بالله سكننا يعني والريبية نونتنا نون نسوة أو مارة فاعلة ويا إلا إذا اتصل إنه لحظ السدم ويا به فعلكي فعلكي أمر ضمير تثنية لوضع ضمير كيد أو لحي رسد ألف الاثنين أي لحي رسد تموي أو ضمير جمع مذكر جمع ضمير كي مذكر إنه لحي رسد موي وواو الجماعين لحي رسد تموي أو ضمير المؤنثة المخاطبة ضمير المؤنثة هوانتي ضمير كيدي المؤنثة لدق أهد المخاطبة للأهد لي إكاسه هرجد ضمير كيد إنه لحي رسد موي أو هذه أي ضمير رفع يعني وحا نجد ضمير التثنية أما ضمير الجمع أما مارتي ضمير المؤنثة المخاطبة سبح ذا إلى حين رسالان وحوليه فعلى حد في النون نون تقوين تي ذكر كي ذمتك السقنب وهذي يعني مارتي وقال جري نونتي هذه ألف الاثنين إيوه الجماعة إيوه المؤنثة المخاطبة إلى حين رسالته وقال جري يا بول نحو اضربا قراعا لبدينا واضربوا رقينا بدن قراعا واضربي هواني هيكلقا قراعا ساسو كليتوي وإلا المعطل موي إنه مد معطلية هاي ماهن تيهور محوري إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير المعرفة المخاطبة سومدين فعلى حد في نونه كوشي وإلا المعطل موي إنه معطل نقض أو فعل كي أمر أو معطل يهي معطل كنوان نقانا وامدك ألفت يواوض يأذى آخر كي سؤدن بيان سوما فعل كي آخر كي سؤدن بيان استغنى فعلى حتى حرف العلة حرف العلة قوين تذكر كيرا متكو سلم بو أهاذي ويا نحو اخشى عبصنيه وغزو دول او دقال كيات ورمي قن او ورم كاهيسي يسبوحا تيسو مارك توروي ساسو كالاتوي مركا ماشا المصنف كحوما وشهد فعل كأمر انو مبني على سكوني هاي قاعداء هروسو برنسو مجرم امرك او كوبي سمحي هاي والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أمر كوال بنايا محانا لغو بنايا وحي مضارع عيسى لغو الرابي جري مضارع عيسى لغو الرابي جري إلا مضارع ومعربوي وحي لغو الرابي جري بأمر كان لغو بنايا سوصاص ماها مضارع سدحهم يعني وحو النقنكرة سدحهم من النقنكرة إنا مضارع صحيح الآخر إنا مضارع أفعال الخمسية إنا مضارعي معطل الآخر يعني صدح ذنب من نقول يا سما هذا صحيح الآخر نقض مضارعة باو معرفة علامات الإعراب بنكو أرك دوناي مضارعة هذا صحيح الآخر يعني محال وجزمية سكون سما أمر كان سكون كبنة إلا قاعدة أنا تيست والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أو واحد رهلا اضرب مركور مضارعة لم يضرب بوها وعلامة جزم السكون وبه يجري تصوم مركا إعراب يسو كأنما حد أرى اضرب فعل أمر مبني على السكون دي. كو أفعال الخمسة النقضي أفعال الخمسة مركو النقضي هو مركا ضمير التثنية ضمير الجمع ومذكرة هي ضمير المؤنثة المخاطبة أو لحي الرسدو صماها انت المحل وجده وإن ألف الاثنين واو الجماعة ياء المؤنثة المخاطبة أي فعل كقشوية إن فعل كقشو أي اللي وجده حد أي قشو أفعال الخمسة ليرا أفعال الخمسة مركا للجزمنا ومحال لغو جزمين جري صابرنا حد في النونة لغو جزمين جري نونتو اللقوية لغو جزمين جري أفعال الخمسة مركا أمر كبه جيسو حد في النون كبنه كو جزمين ما هي إلا هو مبني زمان أمي كبنه وكوني تالية مصنف كحكوري اضربا حد وحوها يعني مثلا لم تضربا أكربوها سماهن لم تضرب باب مضارعيها مركا إعراب اسم مجزوم وعلامة جزم حذف النون بعد يجر تسوما اضرب هذا مركا لأن هذا لم يسوى دلن فعل مضارع ما هو أمر اضرب فعل أمر مبني محارنين على حذف النون وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع لأنه من أفعال الخمسة اضربوا مركا هذا هو فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من أفعال الخمسة وواو الجماعة فاعل واضربي وفعل أمر مبني على حذف النون لأنه من أفعال الخمسة وياء المؤنثة المخاطبة فاعل حديقه يعني يهي أفعال الخمسة نصدها سنقصب عن حذف النون الإعرابية
فعل كمضارع وحل غنكرا معطل الآخر. هذا معطل الآخر ها لم يخشى لم يدعو لم يرمي بابه جرنا سوما أمر كذلك مركا أمر كذا محوان نقضي معطل الآخر اخشى به اخشى بو نقناي حتى حرف العلة كبني فعل أمر مبني على حتى حرف العلة وهي الألف سوماها فاعلكنا وأنتوي اغزو مركاتنا هذا يعني وحال لنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الواو وتسوي وارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياء مركا مبني بعد أرنسة والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه قاعدة أصبح رؤسه برني تاسة داخل ديسه مضارعين أتقيني أمر كانت كتبقى مبني بعد أرنسة وهي والمعرب من الأفعال أفعاشة معرب إيه مبني بان أقي بنسوا ما هي مبني أصلوا أها إما سنع بال أفعاش سدح به ماضي مضارع أمر سوا ما هي أمر كي إيه وحصو أرجني إيه ماضي إيه إلا بنينا مدنا مبني على فتح إيه مدنا مبني على سكون إيه أما سه هدو صحيح الآخر إيه أمر ك هدو أمر تفعل الخمسة حذف النون هدو معطل الآخر إيه هنا حذف حرف العلة مضارع إيه وهكذا نوقري قيت معرب كه قيت معرب كمضارع أصل كلية أو وليب اللبا مارت نونود لجوا ييوي والمعرب من الأفعال والمعرب كالإعراب من الأفعال أفعاش كمدة أفعاش وحاترة والمعرب من الأفعال المضارعوي مضارع خبر كبيرين مضارعوي بشرط الله يتصل به إنوس المضارع لحر السنين نون الإناثي هوينك نون تودي إن لحر السنين ولا نون التوكيد نون التوكيد نيس لحر السنين نون التوكيد كالمباشرة يعني نون التوكيد كالمباشرة لباشرة سئل لحر السنين نونتي لحر السنين فعلك أنا كلا دحق لين بلوجي مباشر كاهي تاسو نحو يضرب ويخشى لبدا سكوكو مثال فعلك مضارع ومعرب قورمو معرب يها لعرابيا هدينا لحر السنين هوينك نون تولي نونتي نون التوكيد لبيجرة دينا لحر السنين يضرب أوكل هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرته في آخره ما بهنا أيضا عرفت لنا ظاهرنا يكون مثالي يخشى أيضا لو قدر يكون شيء يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر بهذا حتى إن الإعراب يوصى أرقنا سما فعل كمضارع حدينا قداشي سنون التوكيد ينون نسوة إسن لحين سنين إن الإعراب يوصى أرقنا حدينا التوكيد إنه نسوى لحي الرسالتون معرب نمره وكالضحية مبني بون غناي تاسو مسنف كوكوشي فإن اتصلت به فعل كمضارع حدي لحي الرسالتون نون الإناثي يعني تدق النون تيسي هدي لحي الرسالتون بنية والا بنية معها مع نون الإناثي على سكون فعل كمضارع سكون بالغو بنيناي رب أي الغو بنيناي هدي بنون الإناث كشو نحو قوله تعالى وي الله هذا الكيسو يروي الوالدات يرضعنا أولادهن سوما والوالدات المبتدئ سوء مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرته في آخره يرضعنا جملة يا خبرك يكون دعي سويا جملة خبر بعض صبر نسمين يرضعنا يرضع محشاك ينوى يرضعنا ذاوي أصلك أنت سنون نسوها قلين محوها فعلكم يرضعوا بوها سمين يرضعوا عينك واسك قدنا نون نسوها لحر سدوال الرابي مركا مبنين على سكون بابهن يرضعنا يرضع فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة نون النسوة لحر السدي ونون النسوة فاعل نون تاس أي فاعل كي مبني على الفتح في محل رفع جملة أسودته جملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ الوالدات إذا خبر كي ذي نقونا يسويا يردعنا حتى محان أرى أن فعل كي مضارع معرب كأها مبني دون نغري محان مبني كبقي نون النسوة لحر السدي فإن اتصلت به هذا فعل كي مضارع لحر ستهدنا نون التوكيد ونون تلبادو المباشرة وليبا لحر سنيسي وهذه لك الفصلية معرب ونقنايا ما يلبدنا أركضونا إن شاء الله تعالى لتبلون ولا تتبعان نئي فإما ترين نئي هو صعدا وهو أركضونا إن شاء الله تعالى لكن هدائنا يعني لك الفصلين وألف الاثنين هي مارة واو الجماعة هي المانثة المخاطبة ألوك الفصلين وهكذا مرها ديبا نونتا هي فعل كويس لحر السدار مباشر أيهين
أسجل مبني على الفتح والنقل. فإن اتصلت به فعل كمضارع هذه لحر رسته نون التوكيد التوكيد كي تي لحوجيني نونتي نونتي لحوجيني لحر رسته نونتي وحوجيني المباشرة وربا أهيد المباشرة يعني مارت نونتي لحر لسانيتي حتى يقش مباشر كأهيد لك لحقر الآخر كل حريرتي بنية ولا بنية فعل كاسع على الفتح بلقوا بنيني سوى فعل مضارع معربها مبني ونقل ولو مبني على الفتح ونقل نحو قوله تعالى بلمذا ليسجننا وليكونن من الصاغرين نون تنون التوكيد كلا يراه أي نون التوكيد الثقيلة أي نون التوكيد الخفيفة أي أكل بحضة لبدا سنقف سنتا نون التوكيد الثقيلة وحقوق ميتاري ليسجننا بحقوق ميتاري والحجنة سوبجد والثقيلة علوستا وليكونن وحقوق ميتاري الخفيفة نون التوكيد الخفيفة وحقوق ميتاري مركا لامت مركا العرابة يحال إلى هذا موطعة للقسم يسجن بوها فعلك انت يسنون تلحي الرسالة سامعين يسجنوا وقدنا لكن مركا نون التوكيد كلحي الرسالتي والكرد يقول نون يسجنن نظالي رسالة ومبنى على الفتح يسجنن فعل مضارع مبني للمجهول مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة بعد أورا النساء لأن فعلك هو مجهول ما يسجن بل والحري يا حري فعلك لم يقهن عد الحري ويوسف وياه وليكونن سدوك لا تويا مرك السجنة ونون توكيد الخفيفة أيون قنيا مرك مبني على الفتح في محل مبني على الفتح لاتصاله بنون توكيد الخفيفة تبع الأرنا ويكون هذا سوي لماذا تاسك قومي تاريوي وإنما أعرب المضارع لمشابهته للإسم وإنما أعرب وحاول إعرابي المضارع مضارع إبا لإعرابي محل إعرابي لمشابهته وأكاشه سي أو أكاد للإسم اسم كأو أكادي أيها اللغوية عرابي ويا حتى فعل كمضارع ومعرب سماها قورموسى معرب نقن أو مبني نقن ويا مركي نون التوكيد ينون الإناث لحير رسط نون الإناث هذه لحير رسط المبنية المحوان نقن على سكون بو نقن نون التوكيد هذه لحير رسط المبنية على الفتح بو نقن وإن تسمى مضارع محال لي عرابي أفعاش كليتو أيها المبنية اللغوية كلي محاسر معرب لغوية وحوله وإنما أعرب المضارع مضارع والي عرابا لمشابهة وكاشهسي للإسم إسم كوهكا لأن إسمكم حا غالب وها إعراب سماهن مضارع مرك إسم كيب وهكا هذي سيحقيا وقاك هذا مرك وحوله يعني وحل إلى هذا إسمك يفعل كمضارع لبدا ولمدكستو كمذبا وحاكو إيمانا يو مارك معاني إسخلاف سن أو إلا كلا صوعة وبهنانة يسبع إيمانيس وآنا اللي قسوا إكرين إلا عراب مويه يعني إلا عرابا ما هنا سكر عن معاني ذا سبقوا كلا ساري كريني مثل هذا شارحه كلا عكومي ثالنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن فاس عكومي ثالنا حتى لا تأكل السمك تأكل السمك وتشرب اللبن تشرب صفيع المضارع ما سببت الله عرابي وحول معنيه سانا عدانين بدون الإعراب معنيه سم ما مارتي لا تأكل السمك وتشرب اللبن دور معنى باحتماشا وحي احتماشا مثلا إن لقار ريبون لويري مدوى البضها عنن يعني مل... كلون كينها عنن يا عانينها عبين لويران لبضا بلقار ريبوه محتمل يعني عبارة سوي كينيسا إن لقار ريبو هجمعينو أنا إنتاج عبتو كلون إيه ملاي إنتاج عنتي أنا منها عين وهاكل من إلا جار ربنا واحتماشا إل يعني كان هرا اللي جار ريبيو كدم بل جوب النين هينا واحتماشا يو كان هرا اللي جوني هي مارت كلونها عين لكن أنا عد إنه غير هذا وصور قل مرك أرماها سكال الله مكلا ساري كرو إلا بالإعراب المبين مرك مرة هدي بالإعراب أهان إعراب ما يوحكر أن لوك لساري كرينين أسماء دي أم باسد وكلا أسماء دنا وحكو عداتها عراتهم بيكو عداتها ويا ويكو موغتها مالك السيدة درتيد بو اسمك وقوئك هذي تاسيلي ومثل هذا فيري لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا تشرب تراب أو تريبته تشرب تشرب ما سوما يعني مالك هصدق أنه الربية لأن ألف لانا كدن بيس سوماهم همزة الوصل يقول دعيسه وتشرب اللبن تشرب اللبن أضيه يروك لويا
مركا هدان هوس الدين للرياضة وتشرب ليرادو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن يعني وحوية وحالقان نهينا يا اللبن وضبن بلقار ريبيا كانها عنم كانها عبن ساسو كالو نقنا مركي للجسميو معناها اعرابتك وعدين سيسو مجيد حديقات كربك توترادو لا تشرب لا تأكل السمكة وتشرب اللبن يا وحلقو ديلي انا كل مسو يعني معناه اذا محاول نقول مركا لا تأكل السمكة ومع ان تشرب اللبن ان تشرب اللبن مع ان تشرب اللبن عانيه يكلونك يسمعوني ساسو كلا يعني تاسع يعني مارتي لقار ريوية كيه ركنها عبي ندل بانفراده بقى لقار ريوية كلمي مبيس مركات ريبتي مركا وتشرب ترهبت كردك تنا وحال لقار ريوية مارتي إنا كل مثل بدون كلهم كنا أنت أنت عاننا اللعبين ساسو كلاوية هديئة قدوة ترهضو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بعض آد قدوة تشرب آد قدوة يعني وحوية كلهم كعورين ولا قرر لكن ولا كشرب اللبن عانا هنا عبتوا لذا يلقوا بنيوي مركا هدانا إعراض فازي جرين معناها لما كان قرتين سيدا درت يد مرك أسماء وبأك هذه ساسي ليهن شرحت كآخرين دون إن شاء الله تعالى أنت سبحانه قصة بحني أفعاشي يا أسماء حروف تبع النهر وحيري مسنفك وأما الحروف حروف تا وهرين أسوأ مرني فمبنية كلها بما أنت يدمد لبنى يوي مرك أصلكم لها إعراب يعني حرف أصلكم لها حق لفظي حق تقدير حق محل مرنكم لها ويان حرف كلام إعراب يعني محوها وكل حرف مستحق للبناء سومده ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن وكل حرف مستحق للبناء ومبني إلا البناء يوي وحق الأولية مجرد ويان والله سبحانه وتعالى على. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنت أنا درسي قلين كهر درسي شلي وحان ربي وحير وحان أملينا إن توضيح يركو سمايو موضوعي أها اسم كمرك لبنينا أيو وحان ربي صوبت وحواي شابهيدة وحرف شابهه وحرف أكاد مركا أفر شيء هو حرف كشابها اسمك هدو أفر تاس لجهله ولا بنية كان كوباد وحوي حاجة وضعها دجنتة بنك هذا يعني حرفك هل حرف هو النقطة لبنا هو النقطة اسمك سو حاوير سدح إنه نقطة وثلاثي أو نقطة بأوير هدي حرفك اسمك أو هل حرف أما اللبا أو نغضه وحال لي حرف شابهي حق واضعي يدجنت أيونك شابهي سيدا مثلا وحان تصني قمت أو كلا تأذك جرتاني وهل حرف وأنا اسمه حرف وحاجر باء لي رهد باء أو مارت حرف جر لي رهد مارك هل كاسوك شابهي بأل لي ما دام باء لي وحرفك أهي دي حال حرفتهي حروف الجر كم إذا هيد كنا تأذاني وتأو الفاعل كاهي هل حرف أي تاهي سداس أشابهي وحلم إذا نا أوكلا قمنا هدات راه نا ذا صدوا اسمه لكن وحلم إنه والله بنينا يا سببت وحوية وحو شابهي حرف وحرف كان لبا حرف ككوبا سدا قد أوكلا قد هد لبا حرف ككوبا انتهي شارحة وخوصو كقرية مركا إن شاء الله يديك وسك آخرية دونتان قد أوكلا توي مرك كاس وحال ليه هي حق وضعه أيو كشابه وكان كوبادو كلا بعد نوا معناها معناها مثلا اسم إشارة وكلا سوق هذا نسيده شارح أبو سوق هذا نعي وحوله اسم إشارة وذا أو كلا تاء ذا مرك تراهلو قف كلية إشارة سافرتك في قصة وحال وحوك شابه حرف بو شابه وحيليهن إشارة وحي كمتها معاني ذا يعني مارت حق ذؤوية إن حروف لغو قطوها ديوح على إشارة
إن حروف لوجته سيدا كاف الخطاب كأوكلته مركا يعني ما دام حرف أو إشارة لوجته اللوائي إشارة لوجته اللوائي باسم كان ذا لقبيجي سيدا درتيد إشارة سيدا سقوة فقيب إليه معنى أهان مركا أسماء الإشارة يا أسماء الشرط يا أسماء الاستفهام أنت بوحانري حرف كأي شبهان حرف كأي شبه يانوي أسماء الشرط وكل هذا وحلاو بناء يابانري مصنف كحولي وشارحة وأسماء الشرط فإنها مبنية لشبهها بالحرف الذي هو إن الشرطية في المعنى يعني حق معناها أي كشبهي اسم الشرط جمرك ترى هذا من أكله من يقوم أقوم معه بعده سواء من يقوم أقوم معه قفك استاجو ولا استاجي هي حرف شبايو إن أشرطي أو شبابات رادو إن تجلس أجلس معك يعني تاسو كلب شباهي إن تقوم أقوم معك هذا استاجتو ونقول استاجي تاسو كلب شباهي مرك حرف كاس حاجة شرطي لماذا أي كشبهي وفي المعنى ويا أسماء معرفة استفهامك السجنة وحوي سدوا كلا وحلاو بنية حرف أشابه أو مثلا مركات راهدين ما إيو من إيو استفهامي هذا مركات لاذهين وحوي حق استفهامك أين إيو وحوك شابه همزة الاستفهام مركا استفهام سؤال ويدين تاس أيو كشابه سدوا سو كشابه سؤال ويدين تاس وتاويا إشارة واتي أن صوش هجني أو مثلا ذا يذي يها أولئي كواسوك الأولئي إيه وحوي إيذن حرف كأي حق معناها كشابه ذي مركا أسل كيد وحوها إن حرف إشارة لو دجيو لو قلت ما دام أن لدي الجنين بإشارة ذي مركا سداس لو استعماله ويا تاسنا ومد لباد وي معناها وي وحوك شابها يعني حرفك حق استعمالك استعمالك بمعنى حرف كأسجى أي عمل فلو ومركا ترى لم يقم يقوم تياكو عمل فلو جزمها ساري لم أسار تسوما سدو كليتو يعني أسماء الأفعال كأيجا عمل فلو اللي هو ما عمل فلو يعني اسم جمرك اسم فعل فعلنا وقاتا مفعولنا وقاتا سهية مهية هي هاتي كواس وكله أي لم إذا مركا حرف كأي حق استعمالك كشابهي سدو درتي با مركا لو بنيي ساسيليه كان أفراد أقدم بهي وأسماء الموصولات أسماء الموصولات كانوا مبنيات محايا لحرف كشابهين وحين كشابهين حق افتقار كأي باهدة احتياجة أي كشابهين مركا وحوية احتياجة كشابهين مركا لأنهي وحوية حرفك كلي ما استايكر إن وحلقو درماهي وحلقو درماهي مركا تعريفيني نحتا وحرف أسواء تعريفين محانري كلمة دلت على معنى في غيرها بانرس وما إن معناها إذا نفتي إذا كانت تسكرت في غيرها كاتسي مركا مركز تبع حرفك هو باهن يهي وحبه باهن يهي شيك لإن لقود داره معنيه سما كامل نقونا إيوه إلا شيك لله لقود داره وكذلك اسمك موصولك ليرهدنا وحوه هو مفتقر أو باهن يهي وحونا مركز تقو باهن يهي جملة سلا ليرهده وإساق لحر لسته إيو عائد ضمير ليرهد أصور نقضه أي مركز تقباهي مركز أنت أسأل حوضا إنا انتباهي أن أقول نقضي ويا باب معرفة علامات الإعراب هذا محله ومبحثه علامات الإعراب كي برشدي ذي لبرتو باب كي ذي ويا هل كان أنكو برنينا مركز باب كان وباب رنتي أدي أن قبنه وصفعنا أن فهمنه وحبذل إنه بحذونا إن شاء الله تعالى. مركان صو خلاصة إنتان باب كجلين علامات كأقسام تإعراب تأمسة وكسر شجنة أفر وكسر شجنة. سواء من أقسام الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم أفر تاس بهاي. أفر تاس يعني علامات كإليهين أيوه مصنف كنوشي جيا. أفرتاس علامات كإليهين الوقرته بمصنف كنوشي علامات كاس مركة وحوي وأفر التبنون أفر وأصول ونركضون تبن فروع بين قندون تا
مركاسا أفر يتبان كاس مواضع بيدقي دونان بوسس أي دقي دونان بوسس كودان وأركي دونا دي إلهي لها مركوا ونين تاسو باكن ككوبية رفعها أغر أيوه أفر على موليه مستنف كنوش يقي دونا أفرتا على ممتبا أصلا وامحي ضمة حديو حلقو ديو أصل وحاوه ضمة إلقو قدو صواما نصبها شن علامة مسلف كوش يقي دونا يعني أفرتا علامة هاد الله شيقي أصل وهل حبوي يعني أصوشي فروع ذا ربينا كالسارنا مبتاي محا صوهر سدح صواماها سدح ذا وفروعوي أما نائب بالي لهذا نوب بالي لهذا سدح ذا نوبك حق سدح ذا فروع ذا حق نودي أصل كهلك حبانا حق نودي لأنه حانر وأفر أصوشة فروع ذا نوتهم باندر صواماهين نسبها مركاتي ما دو شن علامة ويالنعي شن تعلامة مدبة أصلا أفر تصوهرتين وفرعو أصل كي هلك حبا حبا دي كرم نوغو دروا لبا أصولا يسنا صواما فروع ذا أفرتان سدح ذي هور نوغو دروا إمسا تضبوي خفضها مركان تقنو وحوي سدح علامة ويالنعي يعني وحوي مدبة أصلا وكسر لي رهب وصوشي صدح ذاهد اللبض أهد موجود دروائي ميسا صدح أصل بحني سنة سواما مركي صدح أهيان هلك أصل كان كسرني إميسا موبهاري لبان نوهرتي لبضي تدرد موجود دروائي ميسا سقال بان فروع بناهي سنة جزمها أقود دنبايو لبع علامة وليه لبع علامة أيوليه علامة دكوباد وأصل أو وسكونة لير هذا صدح لي موجود دروائي ميسا وأفر أفرت أصوشي دواكا هلك علامة سوهرينة وفرعوي سقالك موجود روايمسا طبنوي طبنكا يأفرتا مركي اللي اسكو در أفر يطبنكاسي مواضيع لي ديجي دونان مدول بي بوسك او ديجينا وان اركي دونا ان شاء الله تعالى كل كساسا الأمرين بإذن الله للرفع أربع علامات للرفع قدك أيو أسوق ناري أربع علامات على ماذا أفر أيو ليه أسوق ناري الضمة قد بوليه وهي الأصل مسنف وكوشة جين أصل تيسي ومجد وأفر على موليه وكل على مد الكوباد والضمة وهي الأصل وهي الأصل محوجي إلى مسنفك حدي وحل قذي أول الرفعنا أيو أصل وحاء اللي قل رفعيه ضمة وحركاء اللي قل رفعيه وأصل مركي ضمة عذر توضه دبذيت بي أما حروف كلا أما حركات كلا إيمان كرام لكن انت حركتها ضمة شقين يسو حركك للعب بار وين وهي الأصل هي الأصل كاللباد وحوي والواو كسدحادنا والألف كان أفرادنا والنون أفرتس على أيوليه رفعه أوليه الضمة والواو والألف والنون أفرتس ويان على مذهول ضمة وأصل بانر سدح ذان صهرتين مسنف كحير وهي سدح ذان الواو والألف والنون نائبة النائب ويانو عن الضمة الضمة ذي لنائب كتهي أمرك الإعراب يمد كفتوحان لين ماي وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة بان أرنينا وألف تمرك الإعراب ينوحان لين وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأن وفرع سومانا دي نون تمرك أن تقنو علامة رفعه النون نيابة عن الضمة مد كفتوحان لين أرنينا ويا مرك انت مرك كو شيغي أيو ضمة كو بلابي ضمد إمس البوس بيدكتا مواضيع دي دان ترنينا كلك إلا هاد أصولي فروع ونو ترسيين مواضيع دي بامرك إبوسسك إيدقين بان حسابينينا ضمد أصل كأهي دي رفعه والرئيس ما سوقبه مصنف كحولية رحمه الله فأما الضمة الضمدي فتكون وحي أهاني علامة علامه للرفع قدك بعلامه النقوني في أربعة مواضع بوسس أفر أتحذو ذا أي علامه النقوني في الاسم المفرد كو كان كوباد واكي أفر بوس بي يعني مارة الرفعه يعني ضمدي علامة النقطة ورفعه النقطة أفر بوس بي الدكتا ضمدا وحينا مارة علامة قطه الرفعه أو وحا لأرنية وعلامة رفعه الضمة بالأرنية لأن ضمدي علامة أو رفعه علامة هو وي كان كوباد وحوا في الاسم المفرد اسم مفرد منصرفا كان أو غير منصرف منصرفا أهايا من التنوين تأقبلي منصرف مركو حال لو جيدا الاسم الذي يقبل التنوين اسم كالله بشكل كأقبله فمنصرف ليه منصرفا كان
مد معرفة التنوين تأقبل أهاية أو غير مصرف أما مد أن تنوين تأقبلين قيابة اسم كمفرد كواكن كوباد ويا اسم مفرد نحو وحير نحو قال الله قال الله وإذ قال إبراهيم وإذ قال موسى انت سكوكو مثالي مصنف هرت مصنف وحن أركض دونا هذه اللي يراه وحو استعمال دونا إن بدن كتاب كيس أمثلة ديسا وحو استعمال دونا يعني مارة آيات القرآن كم استعمالها هذه آيات القرآن أوايو عربية دي يعني مارة عربت صحيحة أهيدة فصحة أهيدة هرق الكوحة دي جرين انت يسمو والدين كان إمانين أيو مارة أو استشاد سنية قبيل هذا أما سمارة وحو دليشانية هذا الذي الكوحة دي جرين بكين سنية مرك أحاديث تبذنا با آدو مدلي شدو أركض الله آدو مدلي شنعي حيالوح شيخ ليها شارح هوس وكأرنية يعني ماركتي وحؤاد ليها وأسباب تؤدلي شن لايها علماء قار وحي ليهين سيدا مثلا رجب ضن ماشا كسو قورنية وحليها غالب كلو دلي شن وايب وليها حديث معنى يا لغو ورياب أرنية مرك ما دام انت انبذن معاني ذي اللي ورنية مركا مدلي شذبو أورنا ساس هو سكلي والله أعلم على كل حال آيات القرآن كبو آد وبدناية قبل يبقي ومارتي هذا الذي هو رأي أبو كسو دريا عرفت استعمال جرتيوي مركا وحانري أفر بوس بيدكتا ضمني ورفع دي علامة النقطة كان كوباد واسم كمفردة اسم مفردة تعريف بولا في باب الإعرابي محان كسو برني في باب الإعرابي اسم كمفردة تعريف تيسا ياه ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة ساسو كسو برن تعريف تمرك في باب الإعراب للجوغو تعريف تاسولي مركا انتقنا في باب الخبر في باب اللائي في باب المناداء تعريفات كلوية لنا يواركد ونادي الإعراب اسم كمفرك أما منصرف هالنقضاء التنوين تها أقبله أما يوسن أقبل أو ماركتي غير منصرف هالنقضاء وحوية ضمّا يا لوجدا ضمّا أو على مد أؤه يعني رفعه على موه قال الله قال الله مرك عرفتي ذو اسم معروف قال وفعل ماضي مبني على الفتح الله هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ما أرنينا ضمة ظاهرة في آخره وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم إذ وحال إلى ذو ظرف لما مضى من الزمان زمن تجي أي ظرف طاي كذا صعب قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ابراهيم هو فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره سما الله هو اسم منصرف هو ابراهيم هو اسم غير منصرف اساس كوغورا وان قال موسى بكوغدر ان ظرف لما مضى من الزمان قال فعل ماضي مبني على الفتح موسى فاعل مرفوع وعلامه رفعه محلنا دمدي تظاهر مئة مسمو قدروا ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها محادي ذين بناك اتماده التعذر التاسوية عذر بادي ذين بناك اتماده مركب موسى هذا هل كان أوكيني وحلو جيدا إعرابته أو مقدرة أوكيني غير منصرف نويته موسى وألف المقصورة أي أدن بيسه واسم غير منصرف ممنوع من الصرف أي ليري هذا وماركتي وحلو قصر فينا العالمية والعجمية ساسا الله بدأت إبراهيم وكانوا لم يدي هاي ويا وطاويا مايا ألف تانيث المقصورة سماهي ساسو النقنة ألف تانيث المقصورة موسى عيسى ساسو شيخ وعرابة يا مال مالينا يا لفتيس وألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم المقصور واسم مقصورة ويا على كل حال كسعة واي حبلا أوكر لم يتهي موسى ألف تانيث المقصورة قدام بيسويها مركا سد حداس وحوي اسم كمفرد كأه إن ضم الوجود وصو عرقني أما منصرف هالنقض أما غير منصرف هالنقض منصرف هو الله لماذا كان غير منصرف هو عبدالله إعرابتي سظاهرة هالنقض تسد الله إبراهيم أوكر مقدر هالنقض تسد موسى أوكر تسال أساس أوكر سدويا بس كلا بعد أي ضمد الدكت وحوي وفي جمع التكسير وفي جمع التكسير
جمع التكسير كي منصرفا كان مثل وانت اقبل اهايا او غير منصرف مثل اقبلين اهايا فرق كلام الهوية مثل كستبع اما منصرف النقضة اما يوسن نقلن جمع التكسير كان ضم ايالو قلاء جمع التكسير وصبر ما يتعريف تيسا وحان الروح الإرادة ما تغير فيه بناء مفرده سماهن وحا او دور سومو مفرد كيسا باسمه سا او دور سوما الإرادة شكل اي حركات وكو دور سومي كرا زيادة كد عضب وكو دور سومي كرا نقصان كد عضب وكو دور سومي كرا وحلقا قوي صدح داسا والسكوع العليو تغيير كاللحو وهانجر سماهن صدح داسا والسكوع العليو شكلجي يا نقصجي شكلجي يا زيادتي صدح لي هذا ولا جرو الشكل والزيادة والنقصان انت ولا جيران انت ضمه وذا نكون كرا مركه هرب وانصه مرني مركه ما تغير فيه بناء مفرده بل غير هذا مركه اسم سنك كومي كاريو يري نحو قوله تعالى قال أصحاب موسى ومساكن ترضونها ومن آياته الجواري انت سكومي كاريو منصرفك غير مصرف أيو يري قال أصحاب موسى هذا يعني أصحاب ذا سويا وجمع تكسير وجمع صاحب سما صاحب أصحاب ما كو جمع سو حركاتك يزياد وكجر لبدا سلبدل أصحاب همزاء أنا كجرين باسوغش نقص واقليو صاحب ألفت كجر تصادك كتاقنا واقو صادك أو صاحب كرنقنا أصحاب اللي صادك والرير صدح ذي وكو ذجرا صدح ذي وكو ذجرا مركا قال أصحاب موسى قال فعل ماذا ممنوع على الفتح لا محله من الإعراب أصحاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه محلنا ضمة ظاهرة في آخره لأنه وحوي جمع تكسير جمع تكسير لأنه مفرد في سبد المي أو دور صومي ويا أصحاب مضاف موسى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسر لأنه اسم الله ينصرف كسر هذه السنة ومقدرة كسر مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور لأنه اسم مقصور وحوها وحؤدي وانا مارك الآن اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف حد موسى ويانسى ومجد وحوه ألف تأنيت المقصورة مقصور ماذا سأؤدي ذي سنة لكن حسيت أن هذا أصحاب ذيوي جمع تكسير وأصحاب صاحب لجمعيه إن لقضى يضمن لقضى يوالرك مركا وانا منصرف كيكو قومي تالي ومساكن ترضونها كنوة تصالها نوحوه أسوقات مصنفك جمع تكسيرك أو غير مصنفك أها مساكن وعلى زينة مفاعلة سوى مجد مساكنة مفاعلة وصيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع مركا غير منصرف لكن هذا هو لقضى ومساكن ترضونها هل كي هو رقول إن كان آباؤكم تاسكوا عطفانتا كان هذا اسم كيري آباؤكم تأهي يلقوا عطف ومساكن الواو حرف عطف المساكن معطوف محال عطف على آباؤكم وي والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه محال نال ضمة ظاهرة في آخر مساكن وأنا اسم الله يصرف وي هديل إلى والمانع له من الصرف وحوديل جري وصيغة منتهى الجموع وي ترضون وحوي يعني ترضون ذا سوى فعل مضارع ويان ترضون وفعل مضارع لتجرده مرفوع لتجرده من الناسب الجازم وعلامة رفعه ثبوت النون ترضون سوما وهو الجماعة فاعل وأفعال خمسة ترضون وهو قاسان فاعل فيها وهو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع ها ومفعول به مبني على السكون في محل رفع في محل نصب وضمير والضمائر لا تظهر فيها لإعرابه ومساكن ترضونها أتكرر بتهين ومن آياته الجواري ومن آياته يعني حد أصحابه حنوهم إيطاليان جمع التكسير أو منصرفة صحبا مساكن حنوهم إيطالي جمع التكسير أو غير منصرفة ومن آياته الجواري أو لبضى أخرى إعرابته دواء ظاهر صحبا أيضا إعرابته سأي مقدرة هين كانوا كوكين الجواري ذا سويا ومن آياته إله آيديس علامات كتصنع معبود نمديس وحوي حق أي كمده الجوار دونياش بدك سعنا أي كمد أول من حرف جر آيات مجرور بمن وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره آيات مضافة لها مضاف إليه مبني على الكسر في محل الجر صمام والجار والمجرور
وحوي خبر في محل رفع الخبر مقدم وخبر هر مريوي الجواري ذا سوحيتها يعني مبتدا مؤخر أيان كبر ناوي وخبر مقدم جواري ذا الجواري ذا محكبر ينا مبتدا مؤخر ويا الجواري مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل بلنا لأن اسم ومارت منقوصة مقصور ما اسم منقوص الجواري استثقال أي لو قدر ياوي لأن عرفت إن تعذر لو قدره إن استثقال لو قدره إن مناسب لو قدره وأنا أركي دونا ونو إيمان دونا وحي ألا لقدر باب كاس وأركي دونا دي أليرا دنسك اللبات إيه دكتورة وجمع التفسير الاسم المفرد وجمع التفسير صوما لبات أسنك سوى بحني وفي جمع المؤنث السالم وفي جمع المؤنث حوينك جمعوا لي السالم بدباري محوك بدباري تفسيره كبدباري تجرب كي سيدي جمع تفسير كهذا قد أعضوه كنا أيه كبدباري كهذا حدي سنة ضمد علامين نقطتها ورفعيه بعلامه نقطتها إيه وما حمل عليه وحا إساقا لغوح باري أولا ساري وحا لغوح بارو أولا هلي شيلو بلحقات كيسا أما محمول عليه جاء يعني أساقا لساري وحو مصنف نوشي إلا بقم بو نقضة اسم جمع إنو نقضة وسيدة أن أرتي دونه أو أن ما أرتي اسم جمع أو واحد أن لهين لا واحد لون أولا تدعو مصنف نومي تارين دونه أولا تأكل نومي تارين دونه إيه الجمع لي هذا مسمى به باجره ومصنف أو جمع مسمى به بكله يعني وحال لمنا مركا تراهبيد أوكلا يعني ما أرتي قفة بحوب حنيسة حوين بادو حوب حنيسة مؤمنات سو هذا جمع صومها مؤمنات مركا تراهبيد حوين بادو سو لقنا الله قفة مؤمنات أبحث مسمى به بالإرادة مركا جمع ماها لكن جمع اللفظي هذا قفكم مقعوضي قصد مسلمات هي مؤمنات هي وحسة أبعث ألغة وقف الله مقعب السلاسة وكلا مسمى به يا ليرادة ملحقات مكمدة هاي مركا وجمع المان السالم كا مركا لبضاس أيام ملحق أه لبضاس أيام ملحقات تيسا وان أركدونا جمع المؤنث السالم تعريف تيسا وان صوبرني محان كشي جرني ما جمع بألف وتاء مزيدتين وحي ألف يتاء زيادة لغو الجمعية أي اللي يريد هذا سوما ألف يتاء ألف إني زائد تهي تاظر إني زائد تهي واشر دوا سيلو قبل دارو كمي كلا ونو إيمان دون إن شاء الله قدالو كهدي دون مركا إني زيادة يهين ألف تهي يتاء ذا بالغربا وتاسو إني زائد يهين بالدوني مركا جمع المؤنث السالم وما حمل عليه وحل دول ساري لوضع أسبا ضمدي أي لغو قدا والرفعية علامة النقطة وكو مثالي مركع جمع من صالمك نحو قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات أيك يري ملحقنا وأولاة الأحمال بكو مثالي وحيري إذا جاءك إذا هذا وحال إذا هذا إذ هذا محال المحال كسر إعراض إذا ظرف لما مضى من الزمان بأن رسوما كانوا عكس جيسا إذا مركع الإرادة ظرف لما يستقبل من الزمان بأن الإرادة وهذا الغير يكون خافض للشبدي مصوب بجوابه سكدف قبل ما برندون تادي إلى إيران مركا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان الإرادة يعني الزمن صور صعوده أي ظرف ويا هاي ويا جاء وفعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب كافك والكاف كا لمده هذا الإعراب اسمها ورمي جاءك كا ميالذا كا لمده اسمها لقبها والكاف إنا تلادي دول والكاف مفعول به هي مفعول به منصوب ماهين منصوب علامة الاسم من إعرابه لماذا أولي واي وضمير وضمير إعرابك ما ظاهر مركب محل إنه والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نسبنا لنا ساسو. المؤمنات فاعل تياه المؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أيضا إن لقضي ودركتي وجمع المؤنث السالم يعني ما ركتي أي وماشك وبشي ذوي وأولاة الأحمال وأولاة الأحمال وقلنها سوامين أيضا يعني وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سوامين مركا وأولاة الأحمال أولاة هذا وحال إذا هذا هو ملحق بجمع المؤنث السالم ملحق بأولاة ذلك هذا محا ملحق لوليه جمع المؤنث السالم كا يعني شرودي سبانا لجهلين جمع المؤنث السالم مفرد بوليه مركا لجمعين أيضا
لكن أولات ذو حال هذا واسم جمع لا واحد له من لفظه واسم جمع سداسة الله أرك إنه اسم جمعي مفرد أو كيمد أو لقى جمعيين مجرو مفرد لقى جمعيين مجرو مركو أولات الأحمال يعني أولات ذو مبتدي سنين أولات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أولات الأحمال سماع أولات مضاف الأحمال مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره خبر كان وحاول جملة أن أجلهن أن يضعن حملهن جملة سيدعي لأن أجل ذو متقلبات ومبتدي سنين هن لو الله إضافين أن يضعنا الجملة إسودة أنت يفعلك مضارع يفعلك إسودة يحمل مفعول ديك أي وحيدع خبر المتدأ الثاني جملة المتدأ اللبات يخبر كذا إسودة جملة مهارت مارت وحيدع خبر النقنايا ولا تدخل خبر كذا النقنايا وجملة خبر بعضنا أجنوني عمريتي اللبات أصوام ربما كسب برنا سماين وكاويا سدح بان هدا برنا يعني ضمده إني علامه النقطة اسم كي مفرد كها جمع التكسير كي جمع المعنى السالم كي أفراد وجود بيبان هاد قلينا وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وفي الفعل المضارع فعل كي مضارع بحدي سنة ضمده علامه النقطة والرفعي بي النقطة الذي فعل كي مضارع ولم يتصل أولا لحين للسنين بآخره قداشي سشيء وحبئي سنلحي للسنين شيء أو سنلحي للسنين كان آخر كي سأوحل لحي للسنين أين أنجرين فعل كمضارع أو آخر كيس وحبئنا لحين لسنين أيضا نضم الوجود ضم ضع صرفه على ما وهوية مرك الشيء آخر كيس لحين لسنين لم يتصل بآخره شيء وحال هذا مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه وح إنه فعل كمضارع مبني النقض وح واجبيه إنه سلحين لسنين أو وح واجبيه إنه فعل كمضارع مبني النقض محايا حايا لبدي نونات سما نون النسوة نون التوكيد أما سيعراد تيسى قورية وليجية يعني انتو حركة كرره حرف قرره كاسنا محوها وألف الاثنين وهو الجماعة يوم معنفة المخاطرة هذا فعل كسدح ذا لحي الرسالان أفعال الخمسة لإرادة حركة لما إعراده حرف بالإعراده مالك إعراد تيسوى له وليجية صمع لبدا سمدنا إنو سنقلين بعد الرماو آخر كيسوى إنو سمدنا انتاس إيسان لحي الرسالين ويا الذي لم يتصل بآخره شيء نحو قوله تعالى نرفع درجات من نشاء نرفع بمحل شهدتنا والله يدعو إلى دار السلام لبدا سكوكو مثالي فعلك مضارع يعني نرفع حكوكو مثالي فعلك مضارع وعرابتيس أي ظاهر تهي ونو حبقه سلح الرسلين بمضي ألغا موجنا يدعونا إسابة معطلبة كوكو مثالي وعرابتي يعني ما عرابتي عرابتي سلوكا درائي أيوكو مثالي نرفع مكم حالنا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره فاعلك وحوى ضمير مستتر وجوبا تقديره نحنو درجات يعني نرفع درجات من مشاء سماه ولسكو إضافينا درجات وحوى مفعول به منصوب علامة نسبه الكسرة سماه نيابة عن الفتحة لأنه جمع المعنى السالم درجاته وجمع المعنى السالم وجاردنا درجات مضاف من مضاف إليه والله يضافنا درجات من مبنين على سكون في محل جر نشاء أيضا وفعل مضارع كلو مرفوع لتجرده من الناس والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لا بد أن نرفع النشاء آخر كيس وحل حر السلمية بجيدة سيدا درك الضمد وعلى ظاهرنا وعوية ضمن الإعراب ياوية والله يدعو إلى دار السلام والله الله يدعو ويرى إلى دار السلام دارتي بدبالة وجنبية أي رب سبحانه وتعالى أويرا مرك اللفظ الجلالها ونسك حرف عطفوي الله هذا مبتدي سننا مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يدعو ومحل شاهد كينا سوما وفعل مضارع ومعتل الآخرة لبدي فرن صحيح الآخر بيها ومعتل الآخرة عرابة والوقة دراية يدعو فعل مضارع ومرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها محلنا الثقل وليس بديل يدعو والذكر والذكر لكن ثقل كجر وليس بكجر إلى دار السلام إلى حرف جر دار مجر بإلى يعني دار مضاف السلام مضاف إليه ويا مكة محل شاهد كينا وإنتاو كلك يدعو ذا سويا حد وحنكسوا بحني
علامتي وجوه الرئيسي وأصل كأهيد ضمده أهيد رفعوا أفر علامه لها سماهين كان وجوه الرئيسي ضمه أهيد ضمني إمس بوسي نودكتي أفر بوسي نودكتي أفر تأيد دكتي وحوى اسم مفردة منصرف هالنقطة غير منصرف هالنقطة جمع تكسير منصرف هالنقطة غير منصرف هالنقطة جمع المانة السالم وما حمل عليه أسلي يوحي لدول ساري يعني لغو حمباري هي فعل كمضارع الذي لم يتصل بآخر شيء علامة اللبادة أقد بينا وأما الواو وولي فتكون علامة علامة أي نقطة للرفع قد كي بعلامة النقطة في موضعين لبابوس لبابوس بحدود بعلامة النقطة واو ديو وحيقول نقطة نيسا على مارك الرفعية وحاللية لبادة بوصبة وعلامة رفعي الواووبة لأرنا ياويا لبادة بوصواكوي في جمع المذكر السالم في جمع المذكر لبك جمعي سي السالم بدبادي او بربر ايا ججب كبدبادي وسيغة ديس مفركيس اينا او سن ماركتي يعني او سن ججب قرنوي وما حمل عليه ايا جمع مذكر السالم كاوحي لصاري لقوح مباري حيالا لقوح مباري وملحقاتك بجمع المذكر السالم سنكو نوكيني دونا مركا مكوهر مرينو واسوغي نبابكي سن اركي دونا حيالا لحليشيو وحا ايهين سجل نوكين دور إن شاء الله تعالى. مركا تسالة بكسية وحويري ويومئذ يفرح المؤمنون وحكم مثالي جمع المذكر السالم المؤمنون ذاسمون وإن يكن منكم 20 صابرون يعني حكم مثالي 20 ذاسي يعني ملحق بكم مثالي جمع المذكر السالم كأولها لبداس انت سكو شيء مركا قرآن انت ذلك القرآن بكو استشاكتنا قرآن سكو شو دليلنا جمع المذكر السالم يعني وحال يرهذا مصنف شارح حنوه شيء كل ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء واحده من التكسير يعني وحال يرهذا وحال وحي كتسيو لبا وحكبض وحي كتسيو أو وليد مفرد كيسي أو بدباديو إلا بربورية ججب أو كدعو أيو كبدباديو تكسير إنو كدعو كسر إنو كدعو كبدباديو مرك جمع مذكر سالم وكاسوي جمع مذكر سالم ك جمع المذكر سالم رنتي مرك لجمعينه لبا شروط بها علماء السمايا شروط با جمع مذكر سالم لو سمايا شروط باسي مر ان يعني علم لقى جمعيه واسم علم لقى جمعيه سيد محمد اي زيد اي وحا لمدك لغا جمعيه علي اسم علم لغا جمعيه ايوه ان لغا جمعيه صفه وصف ان لغا جمعيه بمعنى اسم فاعل يوح لمين لغا جمعيه لبدا ام من نكون كره حدي علم لغا جمعيه وحي شروط بو سميان وحي رهدان ان يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التانيث ومن الاعراب بحرفين ومن التركيب يعني تاثيرها وينو علم كان علم كمرك لقى جمعناه وينو مذكريا لب وينويا علم مذكر وينويا علم مذكر مرك اللي محاكو بحيو فرت علم مرك اللي ليه وحن علم هنا كبحيو وحن معرفة هين رجل أوكله جمع سدان أوكله رجلون الله به ماي جمع ولب علم مذكر وينو نقطة علم مؤنثة كبحيو ومثل هذا زينب أوكله زينبون كم جمعناه زينب اسم علم سما زينبون لقوم جمعناه سالما أورناه علم أن يكون علما لمذكر يعني علما لمذكر عاقل وإنويا عاقل وإنويا عقل قفك وإن لقال مالك علما لجمعين أيو وإنه وح عقل للقى جمعين عاقل مالك اللي هو حكوب حي غير عاقلك مثلا فرس وكلا يتبع صادق لوبعيا صادق باللي سابقون لمده لأنه فرس وعقل ملح سابقون لما أرنا دي لو جيد علم لماذا فرس كاسي لقوت المامي أوكال لما أرنا كو خال من تاء التانيث تاء التانيث وينه كمرين طلحة أوكلته طلحتون الله به ماي جمع ذكر سال لقمة جمعنا لأن تاء التانيث كجرت وينه تاء التانيث كمرين سقو مذكر أو عالم وليبة لكن تاء التانيث هو تاء وين تاء التانيث كالقوي والسدحوي تركيب نوعين ومارك كخالية مركب مزجي هدوية بعلبك أوكل بعلبكون به ميت يعني سيغذي جمع تصحيح لو جمعين ماي موجودة ومن الإعراب بحرفين لا بحرف مثل إعرابا وإنه سن ومارتي يعني وإنه كخالية إنه سن قرنه
الإعراب بحرفين محال إلى هذا مثنها إي جمع مكر سالم كوكنات حرف الإعراب الله بدو ذو مصوما مركا يعني محمد بوها محمدون بات كبك تسوما محمدون أياد يعني جمع سي وجد محمدون بالسي جمعنا يا محمدون ونبا وحبون نقونا يا مركب مجرو مركب جمعات محمدون إلا سي جمعيو أما مثنى إلا سي جمعيو محمدان أهو كلا لسي جمعيا من نقونا يا مركب وح أولا بحرف لا إعرابنا وإنو كخالية وإنو هالحرف سدا أو نغضا محمدون أو كلا عادي أو نغضا لا بحرف ندا جمعيون وسن نقونا يا شان تاشر دي مركب اللي هلو أيا لجمعيا أنت مركب عالم كلا جمعنا يا صفة مركب لقى جمعية صدح شرط وحوية لحمة لها سيجار سينا يعني وارتو إني أن تكون صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث يعني وحل ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث عليه هذا أفرت لحدة شرط وإن لقيها له مثلا صدح دور صدح دور صوشة يعني إنه يهي مارت صفة لمذكر صفة وحاب حيث أو مؤنثة حائض أو كلامركة تلها وأنت حائضة صوما حائضون اللي ميرا ذا وين حائض كتبركة جمعين هيسو جمع مذكر سكي جمع تصحيح اللي أو كلام جمعين حائض أو كلام هي لمذكر عاقل وأين ترى هذا عاقل كان اللحق أو كلام فرس كي وكلام كتل مامان حي الصفة أو اللحوق ليرا هذا بوليه هاي وصفة لقى جمعين وحلال أو صرب ليريه كتسنيسا مركة لاحقون لديه ما يبقى كليليه خالي من تاء التانيت علامة أوكلته علامتون لما بهي علامة وتعب وتسمع لما جمعنا علامتون لما أرني يعني علامة أوكلته علامتون لما به ماي كسع ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلا بل إذا تسوى باب الصرف بس كده يعني مثلا فعلك أفعل إذا وزنك أفعل إذا أحمر أوكله أحمر يعني وحولقنا حمراء أبل أرنا مؤنث كيسة حمراء باليرهبه حمراء ابوها marka ina tirahda ahmaruna oo kala iyo abyaduna iyo marta baydaa hamraa sawdaa ina ka dhigtaal raba af'ala fa'ala abu ku iman jiray marka ina u wareejiso tira ahmaruna iyo abyaduna tirado lama ogola taaso kala ma yani hamr umrada iyo bayadku waa sifa sooma wa tilmamu laysat min baabi af'ali fa'ala abaliina wala min baabi fa'lana fa'ala فعلان أوكله سكران إي عطشان إي هيمان إي مركة ترايد أوكله وحلوك أنا سكرا مركة مارك مؤنث كلا قد بقاي هيما أوكله بهليرا فعلا وزنك اللي هذا لوك أنا مركة أسوك لنا ترايدو سكرانون إي إلا ساسوك لنا جمع إسو لما أقول يعني ساسوك لنا وإنو سنهي كانوا قدام بي ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث حيالها أي أي مارتي مذكرك مؤنثك لبك يدك كسميه أو كلنا وإنه سنقول مما يستوي فيه المذكر والمؤنث يا معي حال هذا جريح أو كلباتي قتيل أو كلباتي ناد مركا أتمادو يعرف حال هذا هي امرأة قتيل بابه قتيلة نبيس رجل قتيل باب أرمي من الدليوي يعني رجل جريح من الضاوة عيوي امرأة جريح بابه جريحة نبيس مركا مذكر كي مؤنث كذا كسر الناس أما لجريح منك الوالي ذا هو أنت الوالي ذا وقف ذا وعنو مركا كاسو كليتو جريحون كم جمعين إساس ما أرمي سيدويا مركا يعني شروط ذا الله له بقى جمع على جمعية ولا ليال هل كاسو حانو قد ما دي درسي صدحات كتابك متممة الآجرومية للإمام أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن المعروف بالحطاب رحمه الله تعالى.